بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هقرأ جزء من مزمور 25. إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو، ليخزى الغادرون بلا سبب. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. لا تذكر خطايا صباي ولا معاصية، كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاه الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر اسمي، لأنه عظيم. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت، ونسله يرث الأرض. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. عيني دائما إلى الرب، لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. الأسبوع الجاي نحتفل بعيد الصليب المجيد. إحنا بنحتفل بعيد النيروز لمدة 17 يوم، أول 17 يوم في شهر توت، وبعد كده 17 و18 و19 توت بيبقى احتفالنا بعيد الصليب. بنحتفل بعيد الصليب في عيدين، في 10 برمهات وفي 17 توت. 10 برمهات ده بيبقى 19 مارس، و 17 توت بيبقى 27 سبتمبر، ودي أعياد سبت التاريخ. وبنحتفل بالصليب كمان يوم الجمعة الكبيرة، اللي هو اليوم الأصلي كعيد للصليب. عندما نتأمل في الصليب نجد التأملات لا تنتهي كتيرة، لكن عايز النهاردة أتأمل وياكم في أحد الفضائل اللي الصليب بيعلمها لنا. الصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة. الاستقامة، فضيلة الاستقامة في حياة الإنسان. أنت بتصلي كل يوم وبتقول قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما. وكلنا بنتعلم في الرياضة أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة ما بين نقطتين، يعني ما بين الأرض وما بين السماء. مش عايزة منحنية، ده عايزة خط مستقيم. والفكر الاستقامة داخل في كل حياتنا. يعني أنت عندما تصلي وترفع إيديك، أنت بتبتدي خط استقامة بينك وبين السماء. لما بتقعد قدام إنجيلك وتقرأ، أنت بتعمل استقامة بين كلمة الله وحياتك وقلبك. لما بتحضر القداس وتحضر الصلوات، تحضر التسبيح، كلها بهذا المعنى. أنت تصنع أو تضع يدك أو قدميك على طريق الاستقامة. وعايز أفكرك بحاجة مهمة، إن الاستقامة دي في حياتنا، في صلواتنا، في الصليب. يعني كلما تشاهد الصليب هو يقدم لك رسالة عن استقامة الحياة واستقامة السلوك واستقامة كل يوم من أيام حياتك. ما تنساش أن المسيحية في أول وجودها
لما بنقرأ في سفر أعمال الرسل كانت تسمى أو يسمى المسيحيون أتباع الطريق، وكلمة طريق في معناها أصلا هي الاستقامة. يعني أي طريق البلد بتيجي تعمله تحب تعمل الطريق مستقيم. طب إيه اللي بيخلي الطريق فيه منحنيات؟ لأن في بلاد نشأت فيبقى عايزين الطريق يجي جنبهم، وبعدين يروح للبلد اللي بعدها تلاقي فيه منحنيات كتير، لكن في الطرق الرئيسية والأساسية تلاقي الطريق مستقيم. والاستقامة ده هي زي ما اتقالت في الطريق، المسيحيين كانوا بيسموا أتباع الطريق، اتقالت كمان في الوصية اللي قالها المسيح لما قال كده أنتم نور العالم. تقولي طب والنور علاقته إيه؟ أقول لك النور من الناحية الفيزيقية يسير في خطوط مستقيمة. يعني المسيح لما قال لنا أنتم نور العالم مش هننور زي الأنوار اللي بنشوفها دي، لكن هننور باستقامة الحياة باستقامة السلوك. فأنتم نور العالم يعني أنتم اللي ممكن تقدموا صورة الاستقامة في هذا العالم، والاستقامة بقى في كل حاجة في الحياة. الاستقامة تعني أن يكون الإنسان ما يقوله هو نفسه ما يفعله، مش بوشين، مش بوجهين، مش قدام الناس بشكل ومن ورا الناس بشكل، أو في وقت بيتكلم كلام وفي وقت يقول لك داخل الغرف المغلقة يقول كلام، وعلى العلن يقول كلام تاني. ما هيش دي الاستقامة. وما تنسوش ان احنا كنيستنا اسمها الكنيسة الارثوذكسية، الكنيسة القبطية الارثوذكسية. كلمة ارثوذكسية معناها استقامة الفكر والايمان والعقيدة، الاستقامة. وعليكم وانتوا بتحتفلوا بعيد الصليب يوم الحد اذا اراد ربنا وعشنا ان يشغلك جدا فكر الاستقامة في الحياة. تعال ناخد مثال كده صغير قبل ما اقول لك ازاي ممكن نزرع الاستقامة في حياتنا. اقرب مثال لهذه الاستقامة هو دانيال النبي والفتية الثلاث. دانيال شاب زي كل الشباب، له ثلاث اصحاب بنسميهم الفتية، الاسم الانجيلي يعني، ودول اتأثروا اتسبوا السبي، اتخذوا من بلادهم في اليهودية، واتخذوا وراحوا من خلال السبي لمناطق اللي بنسميها النهاردة شمال العراق وإيران. طب اتسبوا هناك يعني بقوا ناس غرب، وناس يعني بيشغلهم عبيد، وناس ملهمش مكانة اجتماعية. هتعمل ايه يا دانيال وهتعملوا ايه الفتية التلاتة؟ نعرف ان دانيال كان سر نجاحه ان الملك اصدر امر ان اي واحد عايز يصلي يصلي قدام تمثال الذهب اللي ارتفع عاليا، يصلي قدام تمثال الذهب. بس دول بيعبدوا الله الحي، هيصلي قدام زي تمثال الذهب. نقرأ في سيرته في سفر دانيال انه كان يخش مكانه ويصلي والنافذة مفتوحة. زمان كانت البيوت دور ارضي، فيش عمارات زي اللي النهاردة، فكان اللي ماشي في الشارع بيشوف اللي في البيت ايه، فيصلي. وكان كمان وهو بيصلي بيتذكر بلاده على انهار بابل زي ما بنصلي في المزامير، و بيتذكر بلاده وهو قدام نهر بابل، انهار بابل، او في مملكه بقليها دجله والفرات يعني. فاول حاجه ان دانيال والفتيه الثلاث دول اللي حفظ استقامتهم ومصداقيتهم صلواتهم، ولم يحيدوا عن الاله الحي. الحاجه الثانيه انه صح الملك اصدر امر وان لازم عبادة تمثال الذهب، وان اللي مش هيعبده هيتعاقب، مستعد للعقاب لكن لا يترك الاله الحي. الحاجة الجميلة بقى
ان دانيال النبي والفتية الثلاث لم يقعوا في خطيئة التلون. ربنا يحفظكم في خطيئة اسمها واحد يتلون النهاردة بلون، الصبحية بلون، وبعد الظهر بلون تاني. وطبعا دي صفة في صفات الحياة وبعض الحيوانات الأرضية تتلون، ودي صفة رديئة جدا في الإنسان المتلون. هم خدموا قدام الله وقدام الإنسان كما هو. طب جزاتهم كانت ايه؟ كان عقاب شديد كده. دانيال طرح في الجب، جب الأسود عبارة عن حفرة في الأرض مليانة أسود ويترمى فيها، نوع من العقاب ونوع من الإعدام. والفتية الثلاثة طرحوا في أتون النار، وسيلة أخرى من الإعدام. لكن الحاجة الجميلة بقى إن دانيال لم تأكله الأسود، والنار لم تأكل الفتية الثلاثة. طب نسأل سؤال، ليه؟ من دول بشر. أقول لك ليه؟ عشان كان لهم ظهر، والظهر ده إيه؟ كان إيه؟ هو استقامتهم، استقامة حياتهم. دانيال لما ترمى في جب الأسود، يعني ممكن نقول إن الأسود بقت زي القطط، خافت منه. وفي بعض الرسومات العالمية يقف دانيال في جب الأسود وقدامه الأسود، الأسود خايفة من دانيال، مش دانيال اللي خايف من الأسود. ولما الملك تاني يوم بيسأل عليه لأنه كان صاحبه، يقول له إيه؟ إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. وقبلها يقول له عش أيها الملك، يعني الملك اللي أمر أنه يطرح، وفاؤه أخلاص، الملك له الاحترام، عش أيها الملك. إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. أرجوكم تتخيلوا معي المشهد، إن ملاك، طبعا دانيال ضروري كان الحاجة الوحيدة اللي بيعملها إنه يصلي، كانش في حاجة تانية في إيده يعملها، مش كده برضو؟ حتى لو كان بيقول يا رب، شكل من أشكال الصلاة. وكانت النتيجة إن الأسود اتسد أفواهها، وقفت مرعوبة. الاستقامة ترعب الشياطين. وأظن في مثل مصري جميل يقول لك إيه؟ امشي عدل، حافظينه؟ امشي عدل يحتار عدوك فيه، يحتار فيك في سلوكك وفي حياتك، امشي عدل. فدانيال باستقامته وصلواته كان له ظهر لما نزل زي إنسان خايف، ولكن إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. الفتية الثلاث لما ترموا في أتون النار المحمى، يعني النار مضاعفة عشان ينتهوا بأسرع ما يمكن. نسمع ونقرأ في الكتاب المقدس إن الحبال اللي كانوا مربوطين بيها اتحرقت، أما هم فكانوا يتمشون في أتون النار كأنه زي ما بنقول في التسبحة ندى بارد، كأن واحد ماشي كده على الكورنيش، الهواء الحلو والهواء درجة الحرارة اللطيفة اللي موجودة. الاستقامة تجعل للإنسان ظهر يبقى مسنود عليه في حياته، في خدمته، في أسرته، في مجتمعه. وده اللي بيخلي الدول تعمل، بتسمعوها كتير بقى في كل الدول، يقول لك مقياس الفساد، الدول مقياس الفساد فيها قد ايه؟ يقول لك الدولة دي 50%، والدولة دي 70%، والدولة دي 5%. هو ايه الحكاية؟ ما هو الفساد عكس الاستقامة. كل ما الانسان صار في استقامة كل ما عادش في حياته يصير فساد. الاستقامة تعطي قوة لكلامك، خلي كلامك صح. ولو فكرت او عملت مثلا تخطيط لاي عمل هتعمله او اي مسؤولية او اي مشروع هتفتحه، سواء مشروع صغير او مشروع كبير، المشروع ينجح
ويحقق خير، وفي واحد تاني يلف ويدور والفهلوة والحاجات دي كلها ما يحققش شيء خالص. الاستقامة. عشان كده عايز اقول لك بعض علامات صغيرة ازاي نزرع الاستقامة في حياتنا. نمرة واحد، خد بالك من الامور الصغيرة. في امور صغيرة جدا في حياتنا، مثلا الوقت. في واحد عنده الساعة 5 زي الساعة 6 زي الساعة 7، وفي واحد عنده الوقت بالدقيقة، واخد باله كل دقيقة لها قيمة. مثلا خد بالك من النظرة، احيانا الانسان تبقى نظرته غير نقية او غير طاهرة او غير عفيفة. خد بالك من النظرة، ازاي عينيك. عشان كده بيقولوا عبارة جميلة، يقول لك الحياء اشد جاذبية من الجمال. اقولها تاني، الحياء، عارفين الحياء اللي هو الخجل، او يعني اللي ممكن نقول عليها كمان في الناحية الروحية المخافة، اشد جاذبية من الجمال. مثلا من الامور الصغيرة الصداقة. صداقتك، ازاي تكون انسان وفي لصديقك. وفي واحد يبيع اصحابه، عشان كده يقولوا مثلا من العبارات الجميلة، الصديق عند يعني بعرف صديقي في وقت ضيقتي، واقف جنبي بيسندني. كمان خد بالك من الكلمة اللي تطلع منك. ده ممكن كلمة تطلع منك تقعد تأنب ضميرك أيام وسنين، كلمة. أو خد بالك كمان من الفعل اللي بتعمله، أي فعل سواء فعل خاص أو فعل عام، خد بالك من الحكاية ده. هي أول شيء، اهتم بالأمور الصغيرة. في الإنجيل لما بنقرأ في إنجيل معلمنا متى، يقول لك كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني. قالوا يا رب إمتى شفناك كده؟ إمتى شفناك جعان وأكلناك، وإمتى شفناك عطشان وسقيناك؟ قال لهم بما أنكم فعلتم هذه بأحد إخوتي الأصاغر. يعني مجرد طبق الأكل اللي بقدمه الإنسان ده حاجة صغيرة قوي، حاجة صغيرة خالص، ولكن ده بيزرع في الإنسان روح الاستقامة وروح المسؤولية. دي نمرة واحد، اهتم بالأمور الصغيرة. نمرة اتنين، ارفض أي إغراء يجيلك. أي إغراء. في دانيال اللي كنا بنحكي فيه، دانيال شافوه كده طويل وعريض، قالوا ده بس ينفع من حراس الملك، تعال بقى نغذيك ونأكلك الأكل التمام. دخلوه على مائدة الطعام فيها شهي، شاف طعام يعني يمكن ما شافوش قبل كده، فسأل هو ايه الأكل ده. قالوا له الأكل ده الذبائح التي قدمت للأوثان التماثيل. الله، بس لا، دي ما اقدرش اقرب عليه. اما دانيال فوضع في قلبه الا يتنجس من اطايب الملك، اطايب اللي هو الاكل الشهي، ولا من خمر مشروبه، حتى المشروبات ما يشربهاش. طب تاكل ايه؟ هتاكل ايه؟ قال اكل شويه بقوليات. قالوا البقوليات دي تعمل حاجه؟ ده هتخلي جسمك ضعيف، ده هتخلي الملك يزعل مننا. قال بس جربوني 10 أيام، ونجح في 10 أيام. ارفض اي اغراء. انت بتعيش حياة واحدة، حدش يغريك باي حاجة، لا بشهوة جسد ولا بشهوة مال ولا بشهوة سلطة ولا بشهوة منصب. ارفض كل اغراء. نقرأ في التاريخ عن الملكة وشتي. أحشاويرش الملك حب يستعرض جمالها قدام كبراء المملكة في التاريخ القديم. وشتي دي كانت وثنية، لكن كان عندها التزام. حب يستعرض جمالها. يستعرض جمالها يعني تيجي ترقص، تعمل، تغني، تعمل أي شيء. لما بعت يستدعيها رفضت.
واللي يرفض أمر الملك ما يكونش بقى في المنصب ده. كانت ملكة يعني تطرد من المملكة، وقد كانت طردت من المملكة، رفضت أي إغراء. خليك ناصح، اوعى حد يشتريك، اوعى حد يشتريك بأي حاجة. أنت ابن الله وابن ربنا دايما غالي، ومحدش يشتري بأي شيء مهما كان هذا الشيء. وده اللي شفناه في سير أبانا الشهداء والشهيدات والقديسات، محدش اشترى خالص. فخد بالك مثال زي الملكة وشتي، خد بالك من مثال زي يوسف الصديق. ما يوسف الصديق برضو تعرض لإغراءات كتيرة لغاية انه ترمى في جبه وترمى في السجن، ويعني الوضع كان صعب جدا، لكن لأنه كان مستقيما كانت النتيجة انه صار التالي لفرعون مصر، وصار مدبرا لكل حياة المصريين زي ما بنقرأ في التاريخ القديم. حاجة التالتة، لا تكن مرائيا. مرائي يعني شخصية منقسمة، ودي من أكتر الضعفات اللي بيقع فيها الناس. مرائي، ومرائي كلكم عارفين القصة، أنا يعني بين وقت والتاني أحب أحكيها لكم كده، بتاعت الولد اللي ضرب التليفون وهو قاعد جنب باباه، فمسك التليفون فأبوه قال له قل اللي على التليفون ان بابا مش هنا، وبابا قاعد. واخدين بالكم؟ او الست اللي جت تزور جارتها وبعدين بنتها عمالة تلف حوالين الجارة وهي قاعدة، فالجارة مستغربة فبتقول لها ليه يا بنتي بتعملي كده؟ قلتلها اصل ماما بتقول عليكي بوشين، فبدور على الوش التاني فيه. واخدين بالكم؟ او زي اللي قال لواحد انا هعمل عليك طبيب عيون، تعال طلع القزة التي في عينك. قزة يعني اشياء. تصور واحد كده بيقول له واحد تعال طلع لك الاشياء اللي في عينيك، وهو لا يدري ان في عينيه في خشبة. خشبة يعني ما بيشوفش، يعني ما بيشوفش انه يعمل الجراحة دي او العملية دي. احترسوا من الرياء، احترس انك تكون بوشين. كلما كنت عايش في الاستقامة كل ما كانت شخصيتك تحترم، تحترم. في واحد يبقى ملاك في العلن وشيطان في الخفاء. ملاك في العلن خالص لكن لوحده، ودي على فكرة بنقابلها في بعض الأحيان مثلا في المشكلات، مشكلات الأحوال الشخصية. وطبعا دي لها تاريخ في يعني النواحي النفسية والأمراض النفسية والحاجات اللي زي كده. كان في الملك اسمه شاول، وكان عنده داود، وداود ناجح وشاطر، وده ملك وبيحاول يقتله. الملك بيحاول يقتل الصبي ده كأنه بشخصيتين. عشان كده انتبه من الرياء كما تنتبه إلى الحية. خلي حياتك صادقة، خلي قلبك اللي بيصلي كل يوم وبيقول قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما. كل ما سرت في هذه الاستقامة كل ما كان الصليب واضحا في حياتك. اخر حاجة، احفظ دايما مشاعرك نقية، مشاعرك نقية. السيد المسيح وهو على الصليب قال لأمنا العذراء ويوحنا الحبيب دي أمك وده ابنك، وهو الصليب مهتم بمشاعر الأمومة ومشاعر البنوة.
والناس اللي بيصلبوه والناس اللي هيجين كل واحد بيقول كلمة يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واللي مصلوب جنبه اللص اليمين اللي حياته كلها شر يقول له اذكرني يا رب في ملكوتك، يقول له اليوم تكون معي في الفردوس. المشاعر النقية، علم نفسك ان مشاعرك دائما تكون نقية، زي ما بيقولوا برضو في التعبير اللي بتستخدم كتير الايام دي الشفافية. كن شفافا امام الله وامام الناس. يقول لنا في سفر الاعمال ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس، من نحو الله والناس. الاستقامة فضيلة نعيشها ونستمدها من الصليب. وفي المزمور اللي أنا قريته في عدد 8 يقول لك الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاه الطريق. كأن الخاطي بيمشي في طرق ملتوية والإنسان التائب بيسير في في طريق مستقيم. في عيد الصليب بنتذكر هذه الاستقامة وبتراجع نفسك عليها كده. وزي ما قلت لك عيد الصليب بنحتفل بيه 3 أيام، وبتبقوا 3 أيام فرايحي برضو وفرحانين بالصليب، وفي نفس الوقت بنحط قدامنا الاستقامة. وانت بتصلي بتقول له يا رب امنحني ان انا اعيش بروح مستقيمة، كلامي يكون مستقيم، فكري يكون مستقيم، حياتي كلها تكون مستقيمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.